دار ما عندكوش نقط وعندكم سؤال في التاريخ. تاريخ، والسؤال هو: من الذي اختاره الرسول إماما للمسلمين في الصلاة أثناء فترة مرضه؟ عاطف إجابتك. أبو بكر الصديق. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. رضي الله عنه. يا عاطف، إجابة صحيحة. أبو بكر الصديق هي الإجابة الصحيحة، وبكده النتيجة 10 الفرير، برق العز 40، وعندكم سؤال.